شكرا عبير على هذه التغطية، وإحنا أكيد مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة، وأيضا المبادرة هذه شهر الإمارات للابتكار إن شاء الله من خلال حلقتنا لهذا الصباح، وبتكون أيضا أكيد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ننوه جمال أيضا أن احنا بنكون مستمرين مع زميلتنا عبير نقوي وزميلنا أيضا زهير اللي بنقولوا لنا وقائع هذا الافتتاح بحضور ولي عهد الشارقة، فإن شاء الله بنكون معكم مشاهدين أول بأول ننقل لكم هذا الحدث من واجهة المجاز المائية. نعم، خلونا مشاهدين الكرام يعني ندخل في إجراءات وتدابير في هذه الفقرة. شكل المدن وتنظيمها يختلف يوميا مع تقدم الحياة وتطورها بما يتناسب مع متطلبات العصر وحاجة أفراد المجتمع، لذلك الأبنية القديمة تصبح عقبة حقيقية في وجه عجلة التنمية، لذلك تقدم دائرة التخطيط والسياحة خدمة مهمة وهي طلب هدم مباني قديمة ومتداخلة. مشاهدينا الكرام نتحدث أكثر مشاهدينا عبر أو حول الإجراءات أو إجراءات هذا الطلب. ينضم إلينا في الاستوديو المهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة. صباح الخير مهندس سالم. صباحك الله بالنور والسرور. الله يسلمك، نرحب بك في البداية في صباح الشارقة، ومشكورين على جهودكم طبعا، يعني الكل يشيد بجهودكم وإحنا شهادتنا مجروحة فيكم، يعني ما شاء الله على الضغط الكبير اللي موجود عليكم في حتى التركيب السكانية في ازدياد، وما شاء الله عليكم حتى المهام تزيد عليكم. في البداية بس لو نتكلم عن هذه الفئة المعنية بهذا التخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الرد على هذا السؤال أريد أن أوضح الدور التي تقوم به دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، ألا وهو الوصول إلى بيئة عمرانية مثلى. والوصول إلى ذلك قد يتطلب في إعادة النظر في المباني القديمة التي تطلب هدمها. الهدم بشكل عام ينقسم إلى قسمين، قسم متأثر بالتخطيط وقسم غير متأثر يكون على طلب المالك نفسه. الفئة المعنية هم ملاك العقار غض النظر إن كانوا أفراد أو شركات. جميل. الإجراءات اللي تقومون فيها في مسألة الهدم، يعني ذكرت أن على حسب مثلا الشخص. اليوم أنتم عندكم مثلا مشروع قائم في المنطقة منطقة معينة، وأنا عندي مثلا بيت قديم في هذا المكان وتبون تكملون تمسحون مثلا الأرض أو مثلا للمشروع وأنا مو راضي مثلا أني أنا أبيع الأرض، في هذه الحالة كيف يصير التفاهم مع هذا صاحب العقار نفسه يعني؟ يعني تحاولون تراضون بأي طريقة يعني في نهاية المطاف لابد أن يكون هو الشخص الراضي. ونحن ما نكون نحن نجبره على التعويض. فنوصل يعني معظم الحالات اللي نحن تمر علينا في دار تخطيط المساحة ولله الحمد يعني نوصل إلى حل ويا الملاك، لأنه في النهاية بعد هو كمواطن يساهم حتى في تحسين حتى الرؤية العمرانية، ويعني يساهم على الأقل في هذا. يعني معظم الناس اللي يتأثرون في المشاريع نفس اللي ما تفضلت يكونون هم يعني ما انتقلوا من فترة طويلة وظروف المادية لا تسمح لهم بالانتقال، أو من لا يملكون يعني الجوازات. صحيح. فنحن نتساهل وياهم. تمام. مهندس سالم نتكلم عن الإجراءات، بداية الإجراءات كيف أنا مثلا عندي الحين بيت قديم أو عقار قديم أبي أهدمه، شو الإجراءات، شو أول شيء لازم أسوي؟ الإجراءات جدا بسيطة عندنا نحن، هو عبارة عن تقديم طلب نموذج عندنا نحن في دائرة التخطيط والمساحة اللي هو طلب هدم المباني القديمة، والإجراءات هي عبارة عن 5 إجراءات. تدقيق المعاملات اللي تكون عندنا نحن، الإجراء الثاني هي عبارة عن توزيع الإشعارات الإخلاء بمدة لا تقل عن 3 أشهر، مخاطبة الدوائر الخدمية لقطع الخدمات اللي هي البلدية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والاتصالات، ومن ثم وهي المرحلة الأخيرة التواصل مع الدوائر الخدمية بعد. وآخر مرحلة تكون عندنا نحن اللي هي تسليم المشروع للجهة المشرفة على عملية الهدم، وفي معظم الأحيان تكون دائرة الأشغال العامة. المباني اللي انت تحط مثلا القرار لما يصدر لهدم مبنى معين، هل المبنى هذا عمر معين ولازم بعد هذا العمر ان ينهدم،
ولا كيف ولا على حسب المشاريع القائمة على المنطقة؟ الهدم يتقسم إلى أنواع عندنا. نعم. الهدم في جزء متبنتنا بلدية الشارقة اللي هو العمر الافتراضي للمبنى إذا نعم. كان المبنى غير صالح إنشائيا نعم. فهو دور البلدية نعم. تقوم بإخلاء المبنى وتكون له يعني خيارين يا أن تدعيم المبنى نعم. أو أن هدم المبنى. نعم يعني في كل الحالات صاحب البيت هذا أو المبنى هو مستفيد سواء بالتعويض أو أنه مثلا يأخذ مثلا أمور مادية مثلا ويتصرف مثلا بعدين يشتري البيت يأخذ المكان ولا في طرق ثانية غير عن لو تعيد لنا السؤال بس نعم. صاحب المبنى نفسه هل هو مثلا أنتم تعطونه بيزات مثلا أو كتعويض هل التعويض أنكم تبنون لبيت ثاني مثلا ولا تعطونه تعويض مادي؟ التعويض يكون كقيمة عقار. نعم. العقار المتأثر عبارة عن مبنى زايد أرض معظم الأحيان نحن نوفر الأرض السكنية على حسب الاستخدام إذا كان التأثر هو سكني نعم. فالتعويض يكون سكني نعم. إلا إذا طلب المالك في تغيير الاستخدام يفضل أن يكون تجاري أو صناعي هي. ويكون في تعويض نقدي نعم. في نفس الوقت مهندس سالم خلينا نتكلم عن إجراءات الهدم شو الأوراق المطلوبة اللي لازم أقدمها عشان تتم إجراءات الهدم مثل ما ذكرت سابقا هو عبارة عن نموذج بسيط من دائرة التخطيط المساحة معتمد من قبل المالك والأوراق الثبوتية ونسخة من سند الملكية والخارطة نعم إذا ما متكلم عن الوقت المستغرق مثلا اليوم أنا قدمت الأوراق على أساس أنه للهدم ليه ما تمسحون المنطقة كم الفترة الزمنية اللي تستغرق كمنطقة نحن خلنا نتكلم في نعم. موضوع يعني المبنى مبنى نعم. المبنى بشكل عام يعني المبنى بشكل عام يختلف من وضع إلى آخر نعم. في حالة إذا كان المبنى غير مشغول نعم. فتتراوح المدة بين 20 يوم إلى شهر انتهى من إجراءات الهدم بس في حالة إذا كان المبنى مشغول فتكون المدة هي 4 شهور كحد أدنى 4 شهور مراعاة للمستأجرين حتى نعم. يتمكنون من الانتقال إلى مسكن آخر صحيح الشركات التي تهدم المباني هل هناك مثلا طريقة اختياركم للشركات؟ هل تتم عن طريق مناقصة ولا تتم مثلا عن طريق في جهات معينة معتمدة بالنسبة لك؟ في شركات معتمدة في بلدية الشارقة نعم. تم تصنيفهم من قبل بلدية الشارقة نعم. وعملية إشراف الهدم تكون عند دائرة التسجيل نعم. دائرة الأشغال العامة نعم. تمام مهندس سالم نتكلم عن أهمية هذه الخدمة بالنسبة حق البيئة بالنسبة حق الشكل الجمالي للمنطقة أو المنطقة اللي انهدم فيها المبنى مثل ما ذكرت سابقا أن دائرة التخطيط والمساحة تهتم في جمالية المناطق والمباني وفي ذلك الحفاظ على البيئة نعم نعم أنا حضرني السؤال بس الحين المناطق اللي أكثر المناطق اللي فيها المباني قديمة واللي فيها يعني تغيير البنية التحتية والشكل العمراني المناطق اللي موجودة في إمارة الشارقة أبرزها وين تقريبا؟ هي المناطق القديمة هي عبارة نعم. عن تقريبا ما يقارب 12 منطقة نعم. اللي هي الغوير نعم هي البيوت القديمة هاي عفوا يعني على المقاطعة البيوت القديمة تطرم فيها لأن في مناطق تراثية موجودة عندنا داخل الإمارة وهذه تترمم المناطق نعم. التراثية لكن المناطق اللي فيها بيوت قديمة هي اللي تهدم ها اللي تهدم نعم والمناطق اللي معظم المناطق القديمة تم يعني تشييد هالمباني بطريقة عشوائية جدا نعم. تمام فعند مسح المناطق هاي كلها في استوى تداخل عندنا في المباني نعم القطعة هاي على قطعتين يعني البناء هذا على قطعتين للحفاظ على النسيج الحضري والعمراني لابد أن نهدم هالعقارات نعم تمام مهندس سالم بس أخيرا ما هي الخطط المستقبلية إن شاء الله في هذا السياق اللي احنا نتكلم فيه الانتهاء من مشروع مسح المناطق القديمة الحمد لله نحن تقريبا انجزنا ما يقارب 85% تمام مراعاة للمستأجرين والقاطنين في هذه المنطقة هاي نعم. وإن شاء الله هذا هدف يعني نبغى نوصل له نحن في سنة 2019 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن كل التوفيق في هذه المهمة مهندس سالم صالح الهاجر مدير إدارة التعويضات في دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة شكرا لك على وجودك معنا وهذه المعلومات اللي زودتها
بل الشكر لكم على هالاستضافة الطيبة الكريمة. الله يبارك فيك إن شاء الله. مشاهدينا دائما طبعا يوم الخميس نستمتع بفقرة موسيقية طبعا من خلالها نستمتع سويا في هذه أو طبعا نعطيكم بداية لإجازة نهاية الأسبوع. خلينا نروح لهذا الفاصل الموسيقي ولنعوده.